أسعدتم أوقاتا بكل الخير، أنتم تتابعون حلقة جديدة من برنامج استوديو اليرموك. يجمع الكثيرون أن القضية الفلسطينية اليوم أمام واقع جديد دفع بها إلى السطح بعد أن توارت تماما وأصبحت في طي النسيان نتيجة عوامل كثيرة، منها حالة التشرذم الفلسطينية الفلسطينية وسباق التطبيع. فما الذي أعاد القضية الفلسطينية تحت الأضواء من جديد على الرغم من استمرار الانقسام الفلسطيني وغياب المشروع الوطني وتراجع الدعم العربي والانحياز الأمريكي التام للاحتلال الإسرائيلي؟ ما هي بيضة القبان في المعادلة؟ هل هو سلاح المقاومة الفلسطينية وما فرضه من معادلات جديدة في صراعها مع العدو؟ أم أن الفلسطينيون وصلوا لقناعة أن القضية فلسطينية مجردة؟ أم أن إسرائيل فعلا قابلة للهزيمة من شعب لا زال يؤمن بعدالة قضيته بعدما أظهرت عملية المقاومة الفردية في المدن المحتلة عام 48 أن مشروع تدجين الفلسطينيين قد فشل، عدا عن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والذي لم تفلح معهم نظرية دايتون ولا اتفاقية أوسلو ولا التنسيق الأمني أيضا، لنكتشف أو لتكتشف سلطات الاحتلال كما السلطة الفلسطينية على حد السواء أن كل ذلك كان سرابا. ما هي مآلات الواقع الفلسطيني في ظل ما ذكرنا من معطيات؟ مآلات الواقع الفلسطيني اليوم هو موضوع حلقة الليلة من برنامجنا، نناقشه مع ضيفي في الأستوديو الدكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت. مساء الخير دكتور محسن. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. العافيه واهلا وسهلا فيكم. الله يحييكم، اهلا وسهلا. دكتور، دعنا نبدا فيما يتعلق بالمشهد الفلسطيني من اخر تطورات. لربما كان الحادث الذي شكل صدمه في الشارع الفلسطيني يوم الجمعه عندما تعرض الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء السابق القيادي في حركه حماس لمحاوله اغتيال. كيف تصف هذه المحاوله؟ أولا تحية لكم وتحية لكل مشاهديكم الكرام، وسعيد بوجودي معكم في هذا البرنامج. الحقيقة أن خبر محاولة اغتيال الأستاذ دكتور ناصر الدين الشاعر كان صدمة للجميع، فيفترض في البيئة الفلسطينية أن يكون هذا الشخص هو آخر المستهدفين. هو أحد أكبر رموز الاعتدال الفلسطيني، أحد أكبر رموز محاولات التجسير والتفاهم بين القوى الفلسطينية المختلفة، عقلية منفتحة جدا ودائما تبحث عن المشترك، وعلاقاته طيبة حتى بقيادة السلطة الفلسطينية وبرموزها وبمختلف الأطياف الحالة الفلسطينية. وبالتالي هذه الطبيعة من الشخصية نحن بحاجة إليها حتى تكون جزء أساسي من تكوين اللحمة الفلسطينية وبناء المشروع الوطني الفلسطيني والتجسير ما بين القوى الفلسطينية. فدلالة محاولة الاغتيال أو ضرب يتلقى 7 رصاصات في القدمين وتحدث تهتك وعدد من العمليات حتى يعني يصاب بهذه الطريقة السيئة، فنحن ابتداء طبعا ندعو له بالشفاء العاجل و نتمنى له أن يعود إلى صحته وفعاليته من جديد. حقيقة دلالة سلبية تعطي إشارة إلى أن هناك قوى في داخل السلطة الفلسطينية لا تريد لحالة الاعتدال والتواصل الفلسطيني أن تقوم، ولا تريد لأي جهود باتجاه المصالحة أن تقف على رجليها، وتريد للسلوك الأمني وللبيئة المهيمنة في إطار السلطة الفلسطينية والمتعاونة مع الاحتلال في ضوء التنسيق الأمني أن تكون هي الحاكمة على الحالة الفلسطينية، فتقطع الطريق على أي محاولات بناءة لإيجاد بيئة صحية لتعاون الفلسطينيين. جد، ولكن لما قلت بأن هذا يدل على أن هناك يعني طرف أو جهات داخل السلطة الفلسطينية، هذا يعني أن هناك أيادي رسمية فلسطينية تقف خلف حادثة الاغتيال؟ يعني أنا أقول هذا، أنه يصعب أن تكون هناك مجرد حالة فردية أو حالة إجرامية أو حالة عصابات، هذا غالبا ما يكون سلوك ذو طابع أمني أو من جهات ربما تكون مدعومة من أجهزة أو من قوة داخل السلطة.
بالتأكيد أنا دعني أكون حتى أكون يعني واضحا، نحن قرأنا إدانات من قبل عباس نفسه، من رئاسة الوزراء الفلسطينية، ومن عدد من قيادات فتح، حتى أنه طلب بتحقيق فوري على رئيس عباس. لكن أنا أظن أنه لا يصعب على قيادة السلطة أن تعرف من فعل إن كانت جادة في الموضوع الوصول إلى الحقائق. علامة الاستفهام هنا نثيرها لأن الذي حدث قبل سنة تقريبا مع نزار بنات أيضا السلطة بالرغم من أن أجهزتها هي نفسها التي قامت بهذا الموضوع وهذا معروف ومشهود له وهي اعترفت بذلك، إلى أنها في النهاية موضوع قتله وبشكل البشع المتعمد أدى إلى إخراج بعد سنة الناس بكفاءات. جيد، ولكن ألا تعتقد أن هناك فارق بين حالة أو ما تعرض له الدكتور ناصر الدين الشاعر وما تعرض له نزار بنات؟ هناك إجماع على شخصية الدكتور ناصر الدين. نعم، وأعتقد بأنه علاقته طيبة أيضا مع رجالات السلطة الوطنية الفلسطينية. أنا هذا تحقيق الوحدة. لا، دعني أشير إلى نقطة مهمة هنا، إنه إذا كانت العقلية هي عقلية أمنية وهي عقلية لا تريد أن تسمع انتقادا سواء من جهة نزار أو لا تريد أن تكون هناك حالة توافق فلسطيني تؤدي إلى شراكة، والشراكة الفلسطينية ستؤدي إلى ضبط وتقييد ولجم القوى ذات النفوذ الأمني أو ذات التنسيق مع الجانب الإسرائيلي. هذا معناه أنه الحالة الفلسطينية إذا أرادت أن تستعيد جزء من صحتها واستقلاليتها فهي بالتأكيد ستضعف في الإطار التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي أو تأثيره في إطار صناعة القرار الفلسطيني. ربما تكون هناك بعض الجهات لا تريد هذا الشيء. أنا لا أتهم جهة معينة ولا أتهم جهازا معينا، ولكن أقول أنه قد يكون هناك متنفذين في داخل هذه السلطة يسعون إلى هذا. ودعني أضرب مثالا آخر، قبل شهرين عندما حدثت الانتخابات في جامعة النجاح أيضا تعرض للضرب، تعرض هو نفسه للضرب للاعتداء. نعم، للاعتداء، ومن ناس محسوبين على السلطة الفلسطينية. طيب، إذا كان هذا رمز الاعتدال ومن رجال أمن يعرفونه ويعرفون مكانته ويعرفون من هو، وأناس يعملون في جامعة النجاح ويعرفون أنه أستاذ عندهم وأنه وزير وأنه كان نائبا للرئيس، فمعنى هذا أن حرمة هذا الإنسان لن تكون كبيرة لدى مثل هكذا أجهزة. هذا يشير إلى أنه نعم قد يكون هناك أناس محسوبون ولا يريدون لهذه المصالحة وللبيئة الفلسطينية أن تلتئم بشكل. نعم، ولكن ألا يكون من الممكن أيضا أن يكون هناك سيناريو لربما هذا يعني حدث إسرائيلي مفتعل من أجل جر أو اختلاق أزمة جديدة بين الفلسطينيين والفلسطينيين، عندما شعروا لربما هناك نوع من التقارب خصوصا بعد اللقاء الذي حدث بين الرئيس محمود عباس وإسماعيل هنية في الجزائر برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؟ قد يكون هذا أحد السيناريوهات، احنا نفتح المجال للسيناريوهات، لكن في هذه الحالة وفي ضمن البيئة التنازع الداخلي وفي بيئة ظروف الضفة الغربية قد لا أغلب هذا السيناريو، وإن كان قد يكون أحد السيناريوهات الممكن طرحها. يعني بالذهاب إلى ملف المصالحة الفلسطينية، ما التطور وما الجديد على صعيد المصالحة، خصوصا أننا لمسنا هناك يعني بعض من قالوا أن هناك أجواء إيجابية جاءت من الجزائر بعد اللقاء الذي جمع الرئيس عباس مع السيد إسماعيل هنية برعاية الرئيس الجزائري، ماذا نقرأ في ذلك وإلى أين وصلت الأمور؟ يعني بوضوح أنا أظن أن اللقاء الذي تم في الجزائر هو يدخل في إطار الشكلي، مجاملات فقط إلى حد كبير، في إطار المجاملات، وربما لمكانة الجزائر وقيمتها لدى الطرفين ولدى الحالة الفلسطينية وتأثيرها التاريخي ولأن الجزائر بدأت جهود السنة الماضية لمحاولة التقريب، وربما الطرفين لا يريد أن يلام على تقصيره فهما بادرا بالاستمرار. لكن أنا أظن البيئة الفلسطينية الداخلية والظروف والتجربة التاريخية طوال 20 أو 30 سنة الماضية، وتحديدا منذ حدث اتفاق القاهرة سنة 2011 لم تكن هناك خطوات ذات طبيعة جدية تؤدي إلى الدخول في برنامج مصالحة حقيقي ينزل على الأرض لأسباب حقيقية موضوعية، وبالتالي مثل هذه اللقاءات ربما تخفف الاحتقان الفلسطيني، ربما تبرز الحرص الفلسطيني على العودة إلى المصالحة والتأسيس لربما لانطلاقة جديدة من محاولات التفاهم، لكن أسس البرنامج مصالحة
يؤدي إلى إمكانيات تنفيذه على الأرض ما تزال للأسف غير قائمة. وربما لمزيد من التوضيح أقول أن يعني في الأساس المنهجي أنه لدينا مسارين في الحالة الفلسطينية. مسار مبني على مسار التسوية والاعتراف بالكيان الإسرائيلي والعودة إلى طاولة المفاوضات وحل الدولتين وإلى آخره، وهذا مسار كامل باتجاه معين، ومسار آخر يرفض هذا تماما. إذن في البرنامج، في إطار البرنامج السياسي، في إطار الرؤية السياسية، في إطار القاعدة الأساسية للمشروع الوطني الفلسطيني، هناك حالتين متعارضتين، إحداها تبني على المقاومة وعلى عدم الاعتراف بالمحتل وعلى تمني المقاومة المسلحة وترفض اتفاق أوسلو ومخرجاته، وإحداها تبني على أساس مسار التسوية وعلى مخرجات أوسلو وعلى اتفاق الدولتين وتبني على رفض المقاومة المسلحة، بل وتقوم في داخل أماكن سيطرتها بقمع ومطاردة العمل المسلح. إذن إذا لم تكن هناك برنامج سياسي مشترك سيبقى جوهر عملية التعارض موجود. جيد. هذا جانب آخر. أمام وجود هذين المسارين، مسار مؤمن بالتسوية ومسار مؤمن بالمقاومة، هل من المستحيل أن تخلق أرضية مشتركة بينهما؟ هنا بنأتي إلى موضوع آخر له علاقة بالمؤسسات. إذا كان الطرف الذي يسيطر على المؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، يؤمن بأن هذه المؤسسات يجب أن تبقى تحت سيطرته وهمته طوال كما كانت طوال 50 سنة الماضية، ويخشى أنه أي شراكة حقيقية تعبر عن الإرادة الشعبية للشعب الفلسطيني ستؤدي إلى قلب المعادلة من مسار مثلا تسوية إلى مسار مقاومة أو إلى شراكة حقيقية، فمعنى هذا أنه سيبقى مغلقا لهذا الباب. إذن إذا لم تفتح المؤسسات، وهي لم تفتح للأسف، ولا يوجد ما يظهر أي مبادرة أو بيئة حقيقية أو مسار حقيقي لفتح المسارات باتجاه انتخابات حقيقية للشعب الفلسطيني سواء في الداخل الفلسطيني أو لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني. وبالطبع إحنا لدينا دليل واضح وصارخ أنه السنة الماضية عندما تم السير بشكل جاد في هذا الموضوع قطع الطريق عليه في النهاية عندما شعرت قيادة منظمة التحرير أو قيادة فتح وقيادة السلطة أنها ستخسر الانتخابات. إذن هي كانت تريد شيئا تفوز يضمن لها الفوز، إذا لم يضمن لها الفوز فهي لن تدخل في الشراكة. هي تريد أن تكون الطرف الآخر شريكا لكن بحجم أقل أو تحت السيطرة، هذا لا يؤدي إلى مصالحة. إذن إحنا عندنا أزمة مؤسسات أيضا، نحن لدينا أزمة مؤسسات شبه منهارة في إطار منظمة التحرير، عندنا أزمة قيادة تفتقد للرؤية وصلت إلى طريق مسدود في موضوع مسارات العمل الفلسطيني وليس لديها بدائل، فشل مسار التسوية وانهار لكنها لا تريد أن تلجأ إلى مسار المقاومة. السلطة الفلسطينية بكل مشروعها الذي أقيم على أساس أن هذه السلطة نشأت حتى تتحول مع الزمن إلى دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران أو على مشروع الدولتين الضفة والقطاع، تحولت الآن إلى كيان وظيفي أمني يخدم أغراض الاحتلال أكثر مما يخدم أغراض الشعب الفلسطيني وأهدافه باعتراف قيادة السلطة نفسها. إذن أنت عندما تريد أن تدخل في عملية مصالحة هذه الأمور يجب أن تكون على الملف على الأرض على الأقل. وأيضا من سلوك القيادة الفلسطينية التاريخي في 30 سنة الماضية للأسف نقاشات المصالحة التي يتم الحديث عنها أو تفعيلها عادة ما تأتي من القيادة الفلسطينية عندما تكون هي في أزمة أو تحت ضغط خارجي فتلجأ إلى بيئة مصالحة حتى تستند إلى قاعدة تقول أنها تستند إلى قاعدة شعبية أوسع وحتى تحمي نفسها، أو عندما تكون هي تريد أن تدفع استحقاقات زي الذهاب إلى أوسلو فعلت نطاق أو تريد أن تذهب إلى انتخابات تفعل إطار النقاش، أو عندما تكون هي أيضا في أزمة نتيجة انتصارات للمقاومة كما حدث بعد حرب 2008 أو 2012 أو 2014 أو 2021 المقاومة تتصدر الشارع الفلسطيني يأتوا فيقول لك تعالوا خلينا نتفاهم المصالحة حتى يكون لهم نصيب من تصدر المشهد أو من كسبه أو من تنفيس الوضع في الساحة. إذن معظم نقاشات المصالحة للأسف دخلت في الإطار التكتيكي وليس في الإطار الاستراتيجي الحقيقي. نعم، ولكن هذا تحدث مع الزمن. أزمة أخرى رابعة كبيرة هي أزمة الثقة. أزمة الثقة بين الطرفين. وهذا للأسف تعمق مع الزمن،
وبالتالي نحن نريد على الأقل إجراءات بناء ثقة من الطرفين، بحيث أنه بعد ذلك عندما ندخل الآن في خطوات تكون خطوات جادة. الذي فعله عباس السنة الماضية عندما ألغى الانتخابات أنه أدخل الشعب الفلسطيني في أزمة ثقة تجاهه وتجاه الجهة التي يمثلها. إذا صار عنده أزمة مصداقية لدرجة أنه فقط 9% في بعض الاستطلاعات أو 15% فقط كانوا يعطوه الثقة. إلى أن آخر استطلاع فلسطيني صدر عن مركز الدراسات البحثية والمسيحية ومركز مستقبل وفي رام الله كانت النتائج يطلب بن عباس حوالي 77% يطلبون من عباس الاستقالة. وفي أي ويتوقعون في أي انتخابات أن هنية سوف يفوز على عباس بفارق 22%، بفارق كبير. حتى قالوا بأنه انتخابات مجالس الطلبة التي انعكست بنتائج يعني اكتسحتها حركة حماس أو الذراع الطلابي لها، قالت هذه استفتاء على يعني شو الاستفتاء، لكن هذا الاستطلاع ليس فقط مجرد جامعة، هذا استطلاع شعبي فلسطيني في الضفة والقطاع ومن جهة غير محسوبة على أحد. طب لذلك الإشارة هنا أنه عندما تكون عند هذه القيادة أزمة في الثقة والمصداقية لا يعني لا تستطيع أن تقول أن هناك في مستقبل لمسار التسوية إلا إذا أعطي الشعب الفلسطيني ضمانات حقيقية. طيب بعد أن انهار مسار المفاوضات هذا أو المصالحة وأغلق الباب في وجه الانتخابات الفلسطينية، السلطة الفلسطينية لم تأتي فتعتذر أو تعيد فتح المجال للنقاش، وإنما قامت باغتيال نزار بنات وشددت قبضتها الأمنية، والآن في هناك حوالي 63 معتقل سياسي لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يعني هي مارست الاعتقال السياسي وتابعته. وبالتالي يعني إحنا إذا كنت تريد أن تحكم شيء على جديته يجب أن تحكم على الأرض ما الذي يفعله حتى يهيئ البيئة الصحيحة لإدخال الجو في بيئة مصالحة حقيقية. جيد، يأتي التساؤل هنا، يعني أنت قلت دكتور محسن بأنه القيادة الفلسطينية ليس لديها أوراق من أجل تحقيق أي نتائج أو تحقق أي مكتسبات للشعب الفلسطيني، ولا توجد أي جدية من أجل يعني التقدم خطوات تجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية، ولكن يعني ما استوقفنا موقف الرئيس محمود عباس عندما استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال لازلنا نمد أيدينا ولازلنا مؤمنين بتحقيق سلام الشجعان. يأتي التساؤل على ماذا يتكئ إذن لازال الرئيس محمود عباس من أجل يعني أن يعلك هذه الاسطوانة المصروخة فيما يتعلق بتحقيق السلام، على الرغم غياب الطرف الإسرائيلي الذي يرغب بتحقيق السلام الفعلي مع الفلسطينيين. ابتداء طبيعة محمود عباس زائد طبيعة المسار الذي اختطته حركة فتح بعد سنة 93 هو مسار مرتبط بمسار التسوية، وهو يتعهد بوقف العمل المسلح في الداخل الفلسطيني، بل ويتعهد بمطاردة ومنع العمل المسلح طالما أن هناك في مسار تسوية، وهذا الذي يفعله بالفعل على الأرض بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي اللي هو جزء أساسي من سبب بقاء السلطة في الضفة الغربية، هو موضوع التنسيق الأمني مع الاحتلال. وما الذي يعنيه التنسيق الأمني مع الاحتلال سوى قمع إرادة الشعب الفلسطيني؟ ويرفض ويصفه بالتنسيق المدني. نعم، أي مهما كان يسميه، لكن نفسه محمود عباس عنده قرار من المجلس المركزي الفلسطيني الذي يمثل أعلى سلطة فلسطينية في غياب المجلس الوطني بوقف التنسيق الأمني من سنة 2015. نعم صحيح. وعنده قرار من المجلس الوطني الفلسطيني ب 2018 بوقف التنسيق الأمني. نعم. وأعيد هذا القرار في بداية هذه السنة، ورفع إلى اللجنة التنفيذية ولم ينفذ أي قرار من القرارات المؤسسات التي تتبعه هو وتحت قيادته. إذن أنا إذا أريد أن أتكلم عن هذه، فهو ليس جادا في موضوع أنه يلغي حتى المسارات الضارة بالحالة الفلسطينية. هناك قناعة راسخة لدى عباس، وهذه حتى سبقت ميل حركة فتح باتجاه مسار التسوية منذ السبعينات بأن العمل المسلح لن يؤدي إلى نتيجة وأن مسار التسوية هو الذي سيعطي الفرصة. ولكن لماذا يكون الأمر متعلق فقط بقناعة لدى الرئيس عباس، بينما قد تكون هناك ضغوطات تمارس على الرئيس عباس من أطراف خارجية لربما أو دولية حتى؟ بالتأكيد أنت عندما تريد أن تكون قائدا لشعب وقائدا لمقاومة
وقائدا لمشروع تحرير، فيعني ليس من المعقول أن تتخيل أن الأمر سيفتح لك على سجاد أحمر. أنت ستكون في بيئة تقاوم وتضغط عليك وتحاول أن تغير المسارات وتفتح لك قنوات مغايرة، وسوف تحاول أن تغير لك الأجندة. فهذا شيء طبيعي في العمل السياسي الفلسطيني. فأي قيادة يجب أن ترتقي إلى مستوى التحدي لفرض أجندتها، لا أن تتكيف مع أجندات الآخرين التي في النهاية تضر بأجندة الشعب الفلسطيني الأساسية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، مسار التسوية. عندما سئل عنه الرئيس عباس في كل مرة كان يقال له ماذا لو فشل، فكان يقال يعني أيضا مسار تسوية. فطب لو فشلتم مسار تسوية، وكان يرفض أبدا أو إطلاقا موضوع الانتفاضة أو العمل المسلح، بل وأعطى انتقادات حادة لأحد أشرف الظواهر في التاريخ الفلسطيني اللي هي الانتفاضة الأقصى اللي حدثت بين 2000 و2005، واعتبرها ضارة بالمصالح الفلسطينية في وفق نظرته. فهو لم يكن يؤمن بعملية المقاومة المسلحة بالشكل الذي تتم عليها على الأرض. هذه قناعته بغض النظر، لكنه وضع في القيادة الفلسطينية وعنده بيئة فلسطينية، عنده من الصلاحيات والإمكانات سواء من خلال الفصيل الذي يدعمه أو من خلال صلاحياته كرئيس منظمة التحرير ورئيس للسلطة الفلسطينية ورئيس لدولة فلسطين ورئيس أيضا لحركة فتح. طيب أنه هو يستمر ويصر على هذا المسار. هذا الجانب الغريب يقول لك أنه لا توجد لدينا فرص في العمل المقاوم، هذا وفق نظرته. لكن على الأقل إذا كانت هذه نظرتك يا محمود عباس، فلا أقل من أن ترجع إلى الإرادة الشعبية الفلسطينية، لا أقل من أن تحترم الرأي الفلسطيني من خلال انتخابات فلسطينية تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني. إذا أنت مش قناعتك، فعلى الأقل ارجع إلى شعبك. جيد. إذا كان هذا الأمر يعني هل التساؤل هل هو مرتبط فقط بفهم وإدراك وشخصية الرئيس محمود عباس، أم أن الأمر أيضا متعلق أو ينسحب على القيادة الفلسطينية؟ خليفة الرئيس محمود عباس، وبتنا نسمع مؤخرا عن أسماء تطرح هنا وهناك حول خليفة الرئيس محمود عباس، هل هذا الأمر يتوقف عند عباس أم أيضا من بعده سيأتي في ظل هذا الفهم والإدراك يعني فيما يتعلق يعني في جزء إدارة ملف الصراع؟ دعنا نقول في جزء إشكالي في الحالة الفلسطينية في الجانب الفلسطيني إن هناك في أطر بالفعل لم تعد تؤمن بمسار التسوية، لكنها لدت لديها الإمكانات بعد ما دخلت في مسار أوسلو وتكيفت معه إن تعود إلى المقاومة، في حالة من الإشكالية. وفي جزء نعم كيف نفسه في السلطة الفلسطينية وكيف معيشته وإدارة حياته، جزء أساسي من داخل السلطة الفلسطينية ومن داخل هذه القيادة الفلسطينية، كيف مساراته الحياتية وغيرها بما يتوافق مع بيئة السلطة الفلسطينية من حياة استهلاكية أو العيش أو دائرة السلطة ومصالحها ومنافعها أو دائرة حتى الأجهزة الأمنية وإلى آخره. ففي جزء أنت عندما تقول لا أريد هذه السلطة أو أريد أن أنهي هذا الشكل من السلطة، ربما يشعر بأنه يتضرر من خلال لو انهارت أو أعيد تعريفها. وبالتالي لا، في هناك جزئين. جزء نعم هو مع إعادة تعريف السلطة الفلسطينية ومع إعادة تعريف بنية المشروع الوطني الفلسطيني ومع إعادة تعريف مراجعة أوسلو، وهذا لا بأس فيه، في عدد لا بأس فيه من داخل القيادة الفلسطينية. وجزء آخر يرى أنه لا، هو الاستمرار بالتنسيق الأمري والاستمرار بالانفتاح مع الأمريكان ربما يعطي فرص أفضل للفلسطينيين. إذا نحن أمام الحالتين موجودتين، لكن دعني أقول أن القاعدة الشعبية الفلسطينية بما فيها قاعدة شعبية فتحوية كبيرة ملت من مسار التسوية وتدعم حالة التغيير، ولذلك نسب هائلة في موضوع الاستطلاعات الفلسطينية التي تدعو إلى استئناف الانتفاضة. يعني الآن هي النسب الأكبر وفق استطلاعات الرأي الأخيرة يعني. وبالتالي نعم أقول إنه المشهد الشعبي العام هو مع التغيير ومع المراجعة باتجاه مسار المقاومة، لكن الحالة القيادية الفلسطينية للأسف حالة مأزومة، لأنها لو رجعت إلى إرادة الشعب الفلسطيني فسيقوم بتغييرها. وبالتالي فهي تتكئ إلى جزء بجزء كبير من شرعيتها الحالية إلى شرعيتها التاريخية القديمة،
وإلى الاتفاقيات التي أنشأتها نتيجة اتفاق أوسلو، وإلى وجود بيئة عربية ودولية تدعم مسار التسوية، وبالتالي هي تستطيع أن تتكئ عليها لأنها تتوافق معها، مع إرادتها، وليس مع خط المقاومة. نعم. طيب، هنا تأتي النقطة فيما يتعلق بأنه بعدما كانت قد غابت القضية الفلسطينية وتذيلت يعني الاهتمامات العربية في قائمتهم، تجد بأنه تعود من جديد على وتطفو على السطح القضية الفلسطينية، على الرغم من أنه المعطيات كلها غير مشجعة. حالة تشرذم، وقلنا انقسام فلسطيني فلسطيني وعدم مغادرة هذا المربع وتحقيق المصالحة، يضاف إلى ذلك لدينا هناك دعم أمريكي عبر شك يعني مفتوح على بياض لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهي مستمرة في عمليات القتل الميدانية وأيضا الاستيطان والتهويد والاعتداءات في المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة، تراجع الدعم العربي والهرولة تجاه التطبيع. ما الذي أيضا يعني عاد ألق القضية الفلسطينية ودفعها هذه الدفعة لتطفو على السطح من جديد في ظل هذه المعطيات؟ يعني في هناك شيء أساسي في قضية فلسطين، أن قضية فلسطين هي قضية لأرض مقدسة ولأرض مباركة، وهي أرض الأنبياء وأرض الإسراء وأرض المسجد الأقصى، وبالتالي هناك قيمة مركزية لفلسطين في الوجدان العربي والإسلامي بل وحتى الإنساني. هذه القيمة قيمة كبرى، ليست قيمة سهلة، وبالتالي عندما يحدث شيء في فلسطين الناس تتفاعل معه بشكل كبير. يعني لم يتآكل رصيد هذه القيمة بالرغم من كل تلك المعطيات؟ ربما هناك محاولات للتآكل أو لحصارها وتهميشها، لكن مثلا معركة سيف القدس السنة الماضية أعادت الأمر إلى المربع الأول من جديد، وكأن شيئا لم يحدث. والتفاعل الهائل في هذه الساحة وفي كل الساحات في عالمنا العربي والإسلامي بل والدولي أثبت أن الأمم والشعوب ما تزال حية، وما تزال هذه القضية مركزية في وجدانها. الجانب الثاني أن الشعب الفلسطيني ما زال صامدا على أرضه وما زال يقاوم، وكل الأجيال التي تغيرت أو تبدلت خلال 100 سنة الماضية تسلم الراية من جيل إلى جيل دون أن يبدل ودون أن يغير. بل والجديد أننا في هذه السنة زاد عدد الفلسطينيين، مجموع الفلسطينيين في فلسطين التاريخية الضفة الغربية وقطاع غزة و48، عن عدد اليهود في فلسطين التاريخية تجاوز. كم يبلغ، هل لديكم رقم؟ حوالي 6,900,000. الآن في هذه السنة عدد الفلسطينيين ستجاوز عدد اليهود، يزيد عن 6,900,000 للطرفين. وبالتالي أنت بعد 120 سنة من المشروع الصهيوني، الفلسطيني موجود على أرضه وثابت وصامد ومقاوم، ويعطي الحقيقة المناقضة للوجود المشروع الصهيوني. جيد، هذا على صعيد العنصر البشري الإنسان الفلسطيني، ولكن على صعيد الأرض هذه بس هي عامل أساسي. أن الفلسطيني مستعد للقبض على الجمر متشبه في أرضه ومتثبت، فهذا عامل ثاني. العامل الثالث، يعني بعد تكلمنا عن قداسة الأرض وعن صمود الشعب، نتكلم عن أيضا تصاعد المقاومة. المقاومة موجودة كانت في الثمانينات عندما كانت بالحجر والسكين لآخره. نعم صحيح. تطورت، وانتفاضة الأقصى كانت لها آلياتها، لكن بالفترة بالعشر سنوات الأخيرة المقاومة حوصرت وضيق عليها وخنقت وإلى آخره، لكنها ازدادت قوة وازدادت تألقا وازدادت أداء، فكفاءتها في العمل المقاوم في فلسطين التاريخية من معركة 2008-2009، معركة 2012-2014 إلى معركة سيف القدس السنة الماضية، الخط في صعود. في صعود. نعم. إذن في حقيقة ثالثة أخرى، أن الشعب الفلسطيني طور آليات المقاومة حتى في بيئة مطبعة، حتى في بيئة عربية ضعيفة، حتى في بيئة حتى في حالة صعود وعلو صهيوني، واستطاع أن يثبت هذه الحقائق على الأرض. والسنة الماضية أجبر 5 ملايين صهيوني على أن يذهبوا إلى الملاجئ، وأجبر الحكومة الصهيونية أن تدير معركتها من تحت الأرض. إذن المقاومة لها أيضا إرادتها ولها حقيقتها على الأرض. وبالتالي الرسالة التي يأخذها المشروع الصهيوني أنكم حتى وإن نجحتم في بعض أشكال التطبيع أو في الدعم العالمي والدولي، فالشعوب ما تزال العربية والإسلامية على أصالتها، وأرض فلسطين ما تزال في قلوب الأمة وقيمتها العليا، والمقاومة أيضا ما زالت في تصاعد. إذن ما النتيجة التي ستتوقعها؟ بالتأكيد الأمل موجود. إذن القاعدة هنا الأساسية التي تحكم الأمر
أن المقاومة تتصاعد وإن كان صعودها يعاني بشكل كبير، لكنها تتصاعد، هي في حالة صعود وإن كان بطيئا معانيا. أما مسار التسوية ومسار التعاون مع الاحتلال والأمال والأوهام المعقودة عليه، فهذا مسار ينزل، وبالتالي احنا سنتوقع نقطة حرجة يلتقي المساران فيها، وأحدهما صاعد والآخر هابط، وبالتالي في البيئة التاريخية سيتجاوز المسار المقاوم مسار التسوية، وسيكون هو الحالة الغالبة التي تفرض نفسها على الساحة الفلسطينية. جيد، التساؤل هنا إلى ما إلى أي حد يبقى الرهان على المقاومة المحاصرة منذ 16 عاما في قطاع غزة أمرا صائبا، في ظل تضييق ومعاناة حقيقية وأيضا محاربة الأطراف التي تدعم المقاومة الفلسطينية ومحاولة تجفيف كل منابع الدعم. لن أستمع إلى الإجابة الآن، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنستمع إلى الإجابة معك دكتور محسن صالح. أنتم مشاهدين ابقوا معنا للحديث بقية. حياكم. طابت أوقاتكم من جديد في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج استوديو اليرموك، نناقش فيه مآلات الواقع الفلسطيني مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت. من جديد مساء الخير دكتور. يعني كنت قد سألتك فيما يتعلق إلى أي حد فعلا هناك يعني صواب في مسألة الرهان على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الذي يعاني من حصار مستمر منذ 16 عاما وأيضا حرب ضروس تشن من أجل تجفيف كل منابع الدعم التي تقدم للمقاومة الفلسطينية. نعم، أظن هذا سؤال مهم وفي مكانه، لكن دعني أقول أولا أن رهانات المرتبطة بسحق هذه المقاومة أو تهميشها أو القضاء عليها قد فشلت طوال 15 سنة الماضية وأكثر. بل هذه المقاومة تصاعدت وقويت وتعمقت في الحالة الفلسطينية، بل وحققت انتصارات ومرغت أنف الجيش الصهيوني في التراب، ولا نريد أن ندخل في التفصيلات. والآن هناك عشرات الآلاف من المقاومين الفلسطينيين المستعدين للتضحية والجهاد وتقديم النماذج الرائعة. إذن دعني أقول هنا بناء على ذلك أن غزة مثلت أو قطاع غزة بشكل عام مثل نموذجا فريدا في التاريخ الإنساني وليس في التاريخ الحاضر، وربما لو قرأ هذا فعلا في التاريخ البشري، أن تجد بيئة تحاصر بهذا الشكل ومكشوفة استراتيجيا ولا تجد ظهيرا لوجستيا إلى آخره، ومع ذلك تصمد هذا الصمود الأسطوري. إذن غزة الآن هي مدرسة كاملة في الصمود والثبات وفي العمل المقاوم وفي حتى تحقيق الانتصارات، حقيقة يجب أن تدرس كمدرسة للتاريخ. جيد، ولكن هذا رقم واحد. تفضل. اللي هو أنا أريد أن أبني على كلام. نعم. لكن هل مشروع تحرير فلسطين هو قطاع غزة؟ مشروع تحرير فلسطين غزة تقوم الآن بدورها وقامت بكل ما عليها وبارك الله فيهم وفي جهودهم، لكن مشروع تحرير فلسطين مسؤولية كل الشعب الفلسطيني ابتداء في الضفة الغربية وفي 48 وفي الخارج، ومسؤولية تحرير فلسطين هو أيضا مسؤولية البيئة الاستراتيجية والبيئة العربية المحيطة بفلسطين، وهو أيضا بطبيعته أيضا مشروع إسلامي ومشروع إنساني، فهو له دوائره، الدائرة الوطنية ودائرة العربية ودائرة الإسلامية ودائرة حتى الإنسانية المرتبطة بموضوع الحق والعدل. إذا أردنا أن نتحدث عن مشروع تحرير وتغيير فهو أوسع من أن يكون مجرد دور قطاع غزة بحيث أنه تتم المراهنة عليه وتحمل أكثر من طاقتها، لأن البعض يقول بأنه هذا الرهان على قطاع غزة أنه هنا المقاومة تذهب يعني بالقطاع نحو الانتحار. قطاع هو عبارة عن أشبه بزنزانة يقطنها أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة في ظل ظروف صعبة جداً، واقع معيشي، بطالة، فقر، حتى على قطاع الصحة وما إلى خلاف ذلك. وكنا نسمع أثناء يعني المواجهات في الضفة الغربية
يا غزي يلا مشان الله. ألا تعتقد بأنه فعلا أن تأخذ أكثر من 2 مليون شخص نحو الانتحار في هذه الظروف الصعبة جدا من يعني من المنطقية أو من الموضوعية أو الكياسة؟ يعني نفس المنطق هذا كان يذكر عند بداية الحصار في 2007 عندما كان سكان قطاع غزة فقط 1,400,000. يعني هم زادوا 700,000 في السنوات الـ14 والـ15 الماضية، زادوا بشكل كبير، لكن العمل المقاوم أيضا تقدم وارتقى وتصاعد وتجذر بل وانتصر. يعني بمعنى أنه إذا كان هذا المنطق موجودا فكان يفترض أنه قطاع غزة ينهار من سنة 2008، إذا بالمنطق نفسه، منطق الحصار ومنطق الضعف ومنطق طب لماذا صمدت المقاومة 15 سنة؟ لماذا ليس فقط صمود في موضوع الأكل والشرب والعيش، وإنما طورت إمكاناتها بحيث تستطيع أن تصمد في مواجهة عسكرية وأن ترغم أنف الجيش الصهيوني في التراب. كيف يحدث هذا؟ أنا أظن أنه إذا أردنا أن نتكلم فقط بالأكل والشرب ومعايير المادية لن نستطيع أن نعطي غزة تقييمها الاستراتيجي، ولا فهمنا لطبيعة الإنسان المسلم في بيئتنا العربية، ولا لطبيعة فلسطين ومكانتها ودورها واستعداد الإنسان للتضحية في سبيلها. غزة نجحت في معادلة أساسية هي صناعة الإنسان. جميل. ربما هذا الكلام يعني دكتور محسن، إذا لم يكن هناك رصيد للمقاومة عماله بيتآكل على الصعيد الشعبي العربي، وأنا أقصد في ذلك بسبب علاقتها في إيران، وأنت تعلم ما يقولون عن إيران ودورها في سوريا، في لبنان، في اليمن أيضا، بسبب سعيها اليوم لإصلاح العلاقات وترميم ما خرق من علاقة مع النظام السوري في الرغم من ما يرتكبه بحق الشعب السوري. نحن نسمع ونشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي يعني انتقادات شديدة جدا لقيادة المقاومة عندما فقط توجه الشكر إلى إيران، فكيف بنا نستمع الآن أن هناك ترتيبات لإعادة العلاقة مع النظام السوري؟ يعني أنا دعني أكمل الفكرة التي كنت أتحدث فيها. أنا تحدثت عن فكرة في البداية أنه غزة قدمت ما عليها لكنها ليست هي مسؤوليتها وحدها. جميل. وبالتالي ما بدنا نرجع وكأني ثبتت أنه لا هي مسؤولية وحدها، أنا لم أقول إطلاقاً. جميل. وقلت أن هذه المسؤولية يجب أن تتطور لتكون ملفاً مركزياً لكل الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها. إذن غزة هي جزء من مشروع التحرير ومشروع المقاومة الفلسطينية، وهي أيضاً هذا الشعب الفلسطيني هو جزء من أمته العربية وأمته الإسلامية، بل وحتى البيئة الإنسانية الداعمة. وبالتالي هذه الدوائر يجب أن تشتغل بشكل متكامل ومؤثر. عند ذلك نأتي فنقول أين موقع غزة في كل هذا المشهد الكلي؟ غزة لها مسؤوليتها. إذن ليس هنا حالة مركزية حالة غزة المركزية أنها قدمت النموذج وأثبتت أن هذا النموذج قادر على العمل والفعل على الأرض وعلى صناعة الإنسان وعلى تحقيق النتائج على الأرض، وبالتالي أصبحت نموذجا ملهما في كل المناطق وأثبتت إمكانية نجاح المقاومة. وغزة لو كان النموذج المرتبط بالاقتصاد أو الأكل والشرب والموضوع الأمعاء وليس نعم. موضوع الكرامة، لربع الحصار لربما سقطت غزة من سنوات طويلة أو تنازلت ورفع الحصار، القاعدة انتهت. لكن هذه القاعدة لم تنطبق إطلاقا. التفكير الاقتصادي اللي هو أنه يخيرك بين الخبز وبين الكرامة، غزة اختارت الخبز والكرامة، هي لا تريد أن تتنازل، لكن نعم عندما صحيح. حصرت بين الجانبين قدمت الكرامة على كل شيء فأخذت ما تحتاجه، فرضت نفسها. أنا أقول أن هذه المعادلة هي المعادلة التي يجب أن تستمر ويجب أن تتسع. طيب إذن الموضوع ليس منطلقه فقط الحاجة الاقتصادية للناس، لأننا في كل مشاريع التحرير وفي كل المشاريع مواجهة الاحتلال والتخلص من الاستعمار لا تتحدث أنت عن تضحياتك أو عن صبرك على موضوع الأكل والشرب أو نقص الغذاء، نعم مقابل رغيف خبز، أنت نعم الذي تقدمه هو التخلص من الاستعمار من الاحتلال، وبعد ذلك كله تفصيلات. ومسيرة التخلص من الاستعمار في كل الكرة الأرضية وعلى مدى التاريخ أنك تقدم التضحيات ولا تسأل الآن عن الأثمان ما دام هذا يصب في مشروع تحرير حقيقي وجد. إذن جدلية الاقتصاد هنا والحاجة الناس هي جدلية تستخدم
لضعاف النفوس ولمحاولة فض الناس عن مشروع المقاومة وإفقاده وإفراغه من محتواه ويعني جعله من دون أسباب حقيقية. نعم. هذه النقطة التي أحببت أن أنبه لها. أما علاقات المقاومة فهي في النهاية المقاومة الفلسطينية هي جزء من بيئتها العربية والإسلامية وتعبير أساسي عن إرادة الأمة، ولو أنها لم تكن كذلك لما رأيت المظاهرات تخرج من المغرب إلى شمال إفريقيا إلى كل عالم الإسلامي حتى جاكرتا. صحيح. حتى إلى البلاد الغربية. وبالتالي عندما تتحدث أنت عن القدس، عن المسجد الأقصى، عن انتفاضة للشعب الفلسطيني، سترى أن الأمة رجعت إلى جسدها الواحد وأن المقاومة مثلت حالة الإلهام للجميع. بالتالي هي ليست موضوع مجرد قطاع غزة، وإنما هي إرادة شعب وإرادة أمة، وهذه عندما تلتحم هي تعمل العجائب. طيب دعني أذهب إلى المقاومة في الضفة الغربية. نعم. هل تعتقد بأنه نحن أمام يعني لربما تصاعد في العمل المقاوم نظرا للعمليات الفردية والاشتباكات المسلحة المتكررة اليوم نراها في مخيم جنين، في نابلس، في أكثر من منطقة موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية؟ إلى أي حد هذا مؤشر أن هناك حالة تململ شعبي كبيرة قد تؤدي إلى الانفجار فعلا؟ يعني عندما تتحدث عن العمل المقاوم فأنت تتحدث عن رصيد 100 عام من العمل المقاوم، لا تتحدث عن شيء جديد. يعني تتكلم منذ بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين ونحن نشهد عمل المقاومة. هذا العمل المقاوم يأخذ الشكل الموجي لأن الشعب الفلسطيني تحت احتلال وبيئته الاستراتيجية المحيطة أيضا هي تحت ضغوط أو تحت مشاكل وكذا، كانت قبل ذلك تحت الاستعمار ثم صار لديها ظروف معينة، وبالتالي هو يفعل ما يستطيع، يعاني فتهبط الموجة ثم يصعد من جديد. فإذا العمل المقاوم منذ 100 سنة لم يتوقف وهو حالة مستمرة، ينزل قليلا يهبط ثم بعد ذلك يعود فيصعد من جديد، وعادة ما يكون الصعود أكبر من الصعود الذي سبقه قبل الهبوط. هذه ظاهرة أيضا في الحالة الفلسطينية وكما أيضا شاهدناها في العمل المقاوم في السنوات الماضية. يعني رح تشاهد أنه مثلا انتفاضة الأقصى 2000-2005 أقوى في التأثير وفي فعل المقاوم وفي النكاية في العدو من مثلا انتفاضة الأولى 2000 اللي هي انتفاضة المباركة 1987 حجارة. والعمل المقاوم المسلح تطور بشكل هائل فأيضا في 15 سنة الماضية بكل أشكاله. نعم. إذن صحيح. إذن هذه رقم واحد. رقم اثنين، في البيئة الفلسطينية العمليات الفردية زادت بالذات في الضفة الغربية نتيجة صعوبة العمل المقاوم المنظم، لأنه أجهزة السلطة الفلسطينية الأجهزة الأمنية تنسق مع الاحتلال فتطارد العمل المقاوم في كل أماكنه. والذي نراه الآن هو أن عشرات الخلايا المقاومة يتم اعتقالها قبل أن تقوم بالعمل، وبالتالي لا توجد فرص. هناك في قطاع غزة الحكومة نفسها هي التي ترعى البيئة المقاومة وهي التي تشجعه والتي تصنعه وهي التي تصنع وتوجد بيئة التدريب وإلى آخره، بينما البيئة في الحالة الفلسطينية في الضفة الغربية هي بيئة تطارد المقاومة وتناسق مع الاحتلال لمنعه، وبالتالي هناك شغل لكنه يجري إجهاضه أحيانا كثيرة من خلال اعتقال خلاياه وقوه المقاومة رقم واحد. وبالتالي هذا لم يمنع أمرين، العمل الفردي إنه هو الذي لا يستطيع لا الاحتلال ولا المنسقون مع الاحتلال أن يصلوه، لأنه هذه رغبة فردية قرار شخصي. نعم صحيح. وهذا بالتالي يعطي فرص جيدة للقيام دون أن يتم الملاحقة ومراقبة وأن يحقق نتائج خصوصا في العمليات الأربعة الأخيرة التي حدثت في الأشهر الماضية، وأيضا للمقاومة الشعبية التي رأيناها في القدس في باب الرحمة وباب الأصباط وغيرها. صحيح. وللمقاومة الشعبية اللي موجودة في الضفة الغربية وفي كل مكان، وأيضا المظاهر الرائعة التي رأيناها من أهلنا في 48. إذن أنت أمام شعب صامد وليس ساكن، وهذا الصمود عبر عنه بأشكال المقاومة المختلفة ضمن إمكاناته المتاحة. عندنا العمليات الفردية ليست جديدة. إذا رجعنا إلى انتفاضة القدس 2015-2017 سنرى أنه في على الأقل 70 عملية فردية
خلال السنتين، مش خمسة أو ست عمليات ما بين محاولات دهس وطعن وطعن إلى آخره. لكن ما هو المهم فيها؟ أن الأعمار كانت ما بين 15 و 25 إذا أنت اللي تربوا بضمن أصل بالضبط. إذا أنت بتتكلم أن هناك جيلا مستعدا للتضحية وموجود حتى في بيئات التنسيق الأمني وبيئات الاحتلال إلى آخره بكافة مغرياتها، ومع ذلك هو مستعد أن يحمل السكين أو يدهس بالسيارة إلى آخره ويستشهد دفاعا عن الأقصى ويقدم رسالة. هذا يخلق إسرائيل أكثر هذا من يعني من أنه يكون والله أجيال عشرة هذه أو ثمانين هذه بركة الأرض المقدسة وبركة بركة الرباط وبركة أن الله سبحانه وتعالى يكرم الناس بالصمود في هذه الأرض المقدسة المباركة، والرسالة التي تحملها فلسطين بمعانيها المختلفة، وهي أيضا مسؤوليتنا في بيئتنا العربية والإسلامية والدولية، إن هؤلاء الناس يستحقون الدعم والصمود وكافة أشكاله، على الأقل الدعاء وعلى الأقل الذب عنهم، لأنه برضو الناس مش سالمة من لسان البعض. صحيح. فعلى الأقل إن لم تستطع أن تعينهم فليسلموا من لسانك أو على الأقل يأخذوا يظفروا بدعائك. إذن خلينا أقول أن ظاهرة العمليات الفردية هي ظاهرة قديمة وموجودة في الحالة الفلسطينية، لكنها تجددت في الأشهر الماضية وأعطت رسالة قوية للاحتلال أن الأجيال تتوارث قضية فلسطين بشكل قوي، وأن قضية فلسطين لن تكون غائبة، وأن حالات الانفجار المحتملة في وجه العدو كلها ويمكن أن تحدث في أي لحظة. ولذلك هناك ما يسمى بالقلق الاستراتيجي لدى العدو الصهيوني ولدى المشروع الصهيوني، أنه كل ما فعل مع ذلك المقاومة ترسخت في بيئته وهو في أعلى قمة علوه وطغيانه وهو في أعلى وأفضل نتائجه الاقتصادية والتكنولوجية، فشل مشروع تدجين الشعب الفلسطيني، وهو في أعلى أيضا اختراقاته التطبيعية في المنطقة في حالتها في حالة ضعفها وانقساماتها وتشرذمها وتخلفها، ومع ذلك هناك إرادة أثبتت أنها تستطيع أن تواجه الاحتلال وأن ترغم الاحتلال. إذا خليني أرجع مرة ثانية، أن صناعة الإنسان المقاوم المستعد للتضحية في سبيل الله وفي سبيل إثبات حقه وتحرير أرضه قد أعطت النموذج الملهم لهذا الشعب ولهذه الأمة، وهذا أيضا ما يخشاه الكيان الإسرائيلي، لأنه إذا استطاع أن يهزمك في قلبك وفي ذاتك وفي هويتك عند ذلك استطيع أن يهزمك في باقي الميادين، وهذا ما فشل فيه. طيب، هل تعتقد أن الفلسطينيون وصلوا لمرحلة بأنه القضية يجب أن تكون فلسطينية مجردة وليس للعرب أي دخل فيها، وذلك نظرا أنه اليوم التدخل العربي إذا ما تدخل سيفسد القضية أولا بالخيانة تارة أو بالتقاعس تارة أخرى كما يقول البعض يعني؟ لا، أنا لا أظن في هناك شيء عملي وفي هناك إطار فهم رؤيوي لقضية فلسطين. في الجانب العملي البيئاتنا العربية والإسلامية للأسف لا تساعد بسبب منظومة طبيعة الدولة الحديثة والمنظومات الإقليمية وإشغال كل الناس بمشاكلهم، وتعرف ما بعد الموجة المضادة التي حدثت ضد ما يعرف بالربيع العربي، صار هناك حالات انكفاء ذاتي وحالات انشغال بالذات وحالات يعني للأسف شغلت الناس عن قضيتهم، بل وحالات تجريم للتيارات المقاومة إلى آخره ومحاولة تشويه صورتها، وبالتالي لا يمكن لتيار المقاومة في الداخل الفلسطيني أنه ينتظر هنا هو يفترض أنه هو يتابع ممارسة دوره ويتابع تقديم النموذج ويتابع الصمود على الأرض ويثبت للاحتلال ولكل من يريد أن يتآمر على فلسطين أن فلسطين ومقاومتها وأهلها ما يزالون يتقدمون الصفوف، وأن خط المقاومة هو خط ناجح وثابت وقادر على إثبات ذاته. إذن هو في إطار ما يسمى الحالة الوطنية هو يقوم بدوره ويقوم بواجبه، لكن الحالة الوطنية هي حالة موازية أو تمشي بشكل متوازي مع بيئتها العربية وبيئتها الإسلامية وأيضا بيئتها الإنسانية، لأنه عملية تحرير فلسطين هي عملية متكاملة تتناغم فيها هذه الدوائر، الدائرة الفلسطينية مع الدائرة العربية مع الدائرة الإسلامية مع الدائرة الإنسانية بشكل منسجم ومتكامل وغير متعارض. فصمود الشعب الفلسطيني في أرضه ومقاومته في أرضه مهم جدا وضروري أن يستمر وأن لا ينتظر أحد. انتقال خط المقاومة أو خط الصمود للشعب الفلسطيني ومراجعة أوسلو وإنهاء خط أوسلو إلى خط
يستعيد في الشعب الفلسطيني إرادته من خلال مؤسساته سواء كان هذا في منظمة التحرير أو غيرها، هذا شيء طبيعي. هذا تسميه خطا وطنيا؟ نعم هو خط وطني، لكنه يخدم في النهاية المشروع، ولكنه ليس خطا انعزاليا يقول أنه على طريقة يا وحدنا أو أننا لوحدنا. هذا الخط هو يشتغل في مسؤوليته الذاتية بانتظار أن تتضح الظروف أو تتحسن الظروف في بيئته الأخرى، وله بشائر التي رآها في الدعم الرائع الذي رآه السنة الماضية في سيف القدس أو في البيئات الشعبية. هناك بشائر تقول أن الأمة بخير، وأن موضوع التطبيع والعزل الذي تعاني منه الأمة هو قشرة سطحية غير حقيقية ولا تعبر عن إرادة الأمة. جيد. إذن خليني فقط أكمل هنا بجملة بناء على ذلك. تفضل. بناء على ذلك، لا، قضية فلسطين في الرؤية الأساسية لدى قوى المقاومة، خصوصا التيار الذي يقود المقاومة التيار الإسلامي، أن قضية فلسطين هي لها بعدها الإسلامي الحقيقي، وأن الأمة وأنها هي مسؤولية أمة، وأنه لا بد من شراكة استراتيجية ودور استراتيجي للأمة في مشروع التحرير. أنت تستطيع أن تشاغل عدو، تستطيع أن تصمد، لكن مواجهة هذا المشروع الصهيوني بقواه وبعالميته إلى آخره، لا، يحتاج إلى أن يكون مشروعا للأمة ومشروعا نهضويا حضاريا يستطيع أن يرتقي بقوى الأمة إلى تكافؤ استراتيجي يستطيع أن يواجه العدو الصهيوني. ولا بعد ذلك سيبقى شغلك في فلسطين في إطار المشاغلة والصمود وليس في التحرير. دكتور، يعني أنت قلت بأنه حادثة أو محاولة اغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر هي يعني خطيرة جدا وسابقة تعتبر في الشأن أو في الوضع الفلسطيني، نظرا لخصوصية شخصية الدكتور ناصر. ولذلك لعدم تجاوز هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الدكتور حسن الخريشة، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عبر الهاتف. دكتور حسن، مساء الخير. مساء الخيرات. يعني من خلال متابعتكم لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الدكتور ناصر الدين الشاعر، باعتقادكم ما هي الرسالة التي أراد من نفذ هذا الهجوم أن يوصلها، ولمن بداية؟ أولا، هذا عمل جبان ومدان وجريمة مكتملة الأركان، هذا أولا. نعم. أنا بعتقد الرسائل من وراء ذلك، أولا هي للدكتور ناصر الشاعر باعتباره شخصية أكاديمية وسطية بالأساس. نعم. يسعى دائما للوحدة وتعزيز الوحدة وإنهاء الانقسام، وكان هذا صوته دائما هو الذي يحدث هذه الملامح. وبالتالي استهداف في هذه المرحلة هو استهداف لأي محاولة لرأب الصدع بين الشعب الفلسطيني، بين قوى الشعب الفلسطيني، هذا أولا. وثانيا، لتخريب النسيج المجتمعي الفلسطيني، باعتبار أنه هذا السلاح الذي استخدم ضد بمحاولة اغتيال أو اختطاف الدكتور ناصر الشاعر هو سلاح بالأساس إسرائيلي، بمعنى أن العدو الصهيوني يعلم الاسم الرباعي لحامل هذه الأسلحة، وأيضا يعلم عدد الطلقات ونوع السلاح الذي يستخدم على اعتبار أنه هو المزود بهذا الشأن، وبالتالي هو بالنهاية يخدم الاحتلال بالدرجة الأولى، ثم يخدم أصحاب الأجندات الذين لا يريدوا لأي صوت حقيقي يصدر من الضفة الغربية، سواء كان بشأن المصالحة أو بشأن الحريات العامة. وبالتالي المستفيد الوحيد من هذا الشأن هم مجموعة صغيرة نخبوية موجودة في الساحة الفلسطينية لا تريد بهذا الانقسام أن ينتهي، وأيضا الاحتلال الإسرائيلي لأنه هو له المصلحة في بقاء الوضع على ما هو عليه، بالإضافة أيضا إلى إشغال الشعب الفلسطيني في مواضيع أخرى وهم يعلموا تماما أنه إذن يعني من الجهة التي تعتقد بأنها تقف خلف محاولة اغتيال الدكتور الشاعر؟ الذي يحمل السلاح ومسموح له، هذا سلاح يسموه سلاح تلتان الأمني، سلاح منفلت بالأساس، السلطة تعلم تماما أين هذا السلاح، وبالتالي هي تغض النظر عنه، في حين لو كان أطراف أخرى تحمل هذا السلاح لتم اعتقالها وتجريدها من هذا السلاح، وبالتالي السلطة مسؤولية مباشرة عن أمن وسلامة كل الفلسطينيين الموجودين هنا، وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الرصاص لكتم الأصوات وكتم الأنفاس. لكن دكتور ناصر الشاعر كان واضحا حتى عندما اتصل به الرئيس محمود عباس وقال له انه سعيد ان يقدم دمه على مذبح الوحده الوطنيه وتحقيق هذه الوحده. وبالتالي يعني المسؤول المباشر بهذا الشأن كما قلنا هي ايادي فلسطينيه
وسلاح إسرائيلي وأهداف إسرائيلي وأهداف لبعض النخب التي لا تريد لهذا الانقسام أن يستمر دون تسمية سين أو صاد من الناس، على اعتبار أن ذلك متروك للتحقيقات التي لن تجري، على اعتبار أن هناك محاولات اغتيال سابقة وإطلاق رصاص سابق لعدد من الفلسطينيين بدءا بالدكتور عبد الستار قاسم وبيا أيضا ومن ثم خضر عدنان وأيضا المرحوم وصفي كبهة وأخيرا دكتور ناصر الشاعر، علما دكتور ناصر الشاعر تعرض لمحاولة يعني إطلاق نار ثلاث مرات. المرة الأولى هو صمت في بيته في نابلس بعد أحداث جامعة النجاح، ومن ثم على في بيت أهله وأيضا أثر الصمت على ألا يخرب النسيج المجتمعي ولا يكون شريكا بفتنة لا نريدها ولا يريدها هو ولا يريدها الشعب الفلسطيني. وبالتالي هذا العمل أنا بعتقد الأصل بالأشياء أن يتم التوصل إلى من فعل ذلك، لكن بعتقد أنه يعني خلينا نقول اتصال الرئيس سنكار الرئيس ورئيس الوزراء وفتح والفصائل الفلسطينية كلها، هذا استنكارات يعني تحدث بشكل دائم وشكل روتيني. أنت تعتقد بأنها مجرد استنكارات بروتوكولية وتحملها المسؤولية المباشرة؟ أنا بعتقد أحمل مسؤولية أنه مسؤولية الأمن للفلسطينيين المتواجدين باعتبار هذه السلطة موجودة في الضفة الغربية وهي المسؤولة عن أمن المواطنين، وبالتالي أي تعرض لحياة أي شخص بهذا بالضفة الغربية هو مسؤولية المباشرة للسلطة الفلسطينية، وبالتالي عليهم أن إذا كان يعني يثبتوا جديتهم ملاحقة هؤلاء وهم معروفين لديهم، وبالتالي يجب اعتقالهم وتقديمهم إلى محاكمات هذا أولا، ونزع أسلحتهم لأنه هذا السلاح الذي يستخدم بالأعراس وبالجنازات وبالأفراح بالمناسبات اليوم شفناه في نابلس. نابلس اليوم كان هناك اجتياح صهيوني تم استشهاد مقاومين اثنين، وأين هذا السلاح الذي طيب. فيما يتعلق بذكرك دكتور حسن، فيما يتعلق بذكرك لاسم وصفي قبهة رحمه الله، يعني نحن نعلم بأنه ما أعلن بأنه هو توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا، هل لا أنا لا أتحدث الآن نتحدث عن مراحل سابقة سابقا عبد الستار قاسم توفي بالكورونا رحمهم الله ووصفي قبهة بالكورونا لكن قبل ذلك تعرضوا لرصاصات غادرة هم يعني صوبت نحوهم بهدف اغتيال والتغييب. لكن أنا بعتقد ذكرتهم حتى أنت دكتور حسن، أنا معتقد بأنك تعرضت أيضا لإطلاق حادثة إطلاق رصاص كنماذج. يتصل الرئيس الوزراء يجروا لجان تحقيق ويوم واليوم التالي يكون يوما عاديا، بمعنى انه ضجه هنا وفي اليوم التالي صفحه اخرى تقلب ويبدا موضوع جديد. بالتالي اليوم احنا بنناشد يعني بديش اناشد حدا، انا بقول اذا بدهم يثبتوا هؤلاء جديتهم في المتابعه عليهم اعتقال هؤلاء. وصلت. ورساله عبد الناصر قال وكل الناس وكل شرفاء الوطن بقولوا انه هذه الرصاصات الغادره لن ترهبهم، لن تسكت اصواتهم، هم مستمرين بالحفظ السعي لوحدة حقيقية بين أبناء الشعب ولمقاومة هذا المحتل بالظرف اللي بتعرض فيه القضية الفلسطينية، محاولة شطب وإنهاء على يد سواء الأمريكان أو الإسرائيليين أو بعض منا الذي ما زال يلهث وراء تسوي وحوار ومفاوضات مع الإسرائيليين. شكرا جزيلا دكتور حسن الخريشة النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. بالعودة للدكتور محسن، دكتور محسن يعني لطالما الجانب الرسمي الأردني أكد بأنه لا أمن في هذه المنطقة دون أن يكون هناك دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 67. أيضا المملكة السعودية أكدت مرارا بأنه لن يتم تطبيع العلاقات مع تل أبيب طالما أن هناك قضية فلسطينية لازالت معلقة والصراع مستمر. إلى أي حد يكون التطبيع مع الفلسطينيين هو بوابة يعني تحقيق يعني الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة فعلا؟ يعني دعني أقول أنه البيئة العربية الرسمية تدعم مسار الدولتين، وواضح أنه منذ أن تم تبني المبادرة السعودية في سنة 2002 وحتى الآن البيئة العربية استعدت لما يعرف بمسار التسوية. صحيح. لكن واضح أن حتى هذا الاستعداد العربي لم يقابل بأي شيء جاد من الطرف الإسرائيلي. الطرف الإسرائيلي استمر في بناء الحقائق على الأرض، لم يسير في مسار حل التسوية، وإنما في إدارة مشروع التسوية لتثبيت وحقائق على الأرض ومزيد من تهويد الأرض والإنسان في الضفة الغربية. وبالتالي هو تعامل معها في إدارتها وليس في الوصول إلى حل.
وبالتالي لا يوجد هناك أي جدية في الطرف الإسرائيلي. أنا أظن أنه آن الأوان للبيئة العربية أن تقوم بعملية مراجعة حقيقية باتجاه ما قيمة أن تقدم أنت المبادرات وتفتح المجال والطرف الصهيوني يتم تدليله بينما هو يقوم بعملية قمع للشعب الفلسطيني، يمارس الحصار بأقسى وأقبح أشكاله على الشعب الفلسطيني، إعدام يقوم أمام مرأى العالم أيضا، يقوم بالإعدام البارد للمئات من شعبنا الفلسطيني، حالة القهر التي يتعرض لها الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى في 48، يتعامل وكأنه حالة فوق القانون، ومع ذلك يتم فتح الأبواب له للتطبيع بل ويحقق مكاسب وكأنه لم يفعل شيء. أنا أظن أن البيئة العربية الآن من جهة مطالبة بأن تقوم بعملية مراجعات لهذا السلوك وأن تشجع قيادة الفلسطينية قيادة منظمة التحرير على التوقف على المراهنة على مسار التسوية باعتبار أن هذا المسار أثبت أنه فشل وأن الطرف الإسرائيلي كان الطرف الوحيد المستفيد والمستغل له بمزيد من تهويد الأرض والإنسان مع زيادة المخاطر الهائلة على القدس والمقدسات بل ولا على المسجد الأقصى نفسه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنا لهذه البيئة العربية أن تعيد النظر في تعاملها مع مشروع المقاومة وخط المقاومة باعتبار أنه هو الذي أثبت فاعليته ونجاحه بل وهو على الأرض هو الذي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني وفق الانتخابات الحرة المباشرة وحتى وفق كل الاستطلاعات في السنوات الماضية. هو الآن يتصدر المشهد الفلسطيني في المقاومة وأيضا في المشهد الشعبي. هذا الحذر وهذا التخوف وهذا الحصار لخط المقاومة يفترض الآن أن ينتهي وأن ينظر إلى خط المقاومة باعتباره عنصرا بناء وإيجابيا في انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني من العدو الصهيوني. أنا أظن أن هذه المراجعات هي المراجعات الأصيلة ويفترض أن يفهم المشروع الصهيوني أن البيئة العربية هي بيئة جادة في دعم الشعب الفلسطيني وأن الشعب الفلسطيني بمقاومته وبصموده هو خط دفاع أول عن البيئة العربية بل وعن كل بيئتنا العربية والإسلامية وهو عنوان شرف وكرامة هذه الأمة. في عجالة دكتور، يعني هل اقتربنا من تحقيق صفقة تبادل الأسرى مع العدو الإسرائيلي؟ أنا أظن أن البيئة الإسرائيلية أو البيئة الصهيونية يصعب عليها الآن الدخول في صفقة تبادل ذات طبيعة تاريخية بمعنى أنها تقدم تنازلات كبيرة، مئات من المحكومين بالإعدام إلى آخره، لسبب أن البيئة السياسية الآن غير مستقرة ولا يوجد في الطرف الإسرائيلي من هو مستعد لدفع الأثمان، يعني يكون وضعه في الحكومة قوي وقادر أنه هو يدخل في مفاوضات ويدفع أثمان دون أن يتعرض إلى هجوم شرس ربما من المتطرفين. والمجتمع الصهيوني في السنوات الماضية زاد في تطرفه الديني وفي تطرفه القومي وبالتالي هو عقد من إمكانية تحقيق تبادلات، زائد أن المشهد السياسي الإسرائيلي في السنوات الماضية دخل في 4 انتخابات دلت على عدم وجود استقرار سياسي ينتج قيادة قادرة على الدخول في هكذا صفقات، ثم أنه قادم باتجاه انتخابات خامسة بعد حوالي 4 أشهر. أنا أظن في المراحل الانتقالية يصعب التحدث عن صفقات من هذا النوع، لكن لربما أن الطرف الإسرائيلي يريد أن يصل إلى أقصى ما يمكن أن يقدم من تنازلات أو أقصى ما يمكن أن يقدمه هو من تنازلات في موضوع هذا وسيسعى إلى المساومة، لكنه في النهاية سيصل إلى هذا الاستحقاق، لكنني لا أتوقعه في الأشهر القليلة القادمة. دكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت، شكرا جزيلا لمشاركتكم معنا هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم وبارك الله فيكم. وأنتم مشاهدين أيضا شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلتقيكم في حلقات جديدة بحول الله ورعايته. إلى اللقاء.